معايا عبر الهاتف المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. صباح النور يا فندم. أهلا بيك يا فندم. الإسماعيلي كان غاضب النهاردة من توجيه القرعة، وسؤال الأول لحضرتك وبشكل مباشر، لماذا لم يعترض الإسماعيلي أثناء إجراء القرعة أو قبل إجراء القرعة؟ تم الاعتراض ولكن مسجلة حتى فيديو أن مندوب الإسماعيلي اعترض وحاول يكلم كابتن عامر حسين بس ما ردوش عليه وما اعتبروش. وقالوا له في الاول قبل القرعه احنا بعد اي ملاحظات بعد القرعه استنوا، بعد القرعه خدوا بعضهم ومشوا. كلهم مشوا، ما سمعوش من حضرتك او ما سمعوش من مندوب الاسماعيلي؟ من اي مندوب من الانديه، كل الانديه كان فيها استفسارات ما حدش رد، مشوا. طيب الكابتن عامر حسين بيقول انه الكلام ده معمول بيه منذ سنوات، لماذا اعترض الاسماعيلي في هذه المره؟ يكون منذ سنوات مخالف للوائح حتى لو كان معمول بيه. جاء الوقت للتصحيح يا فندم. معلش ما فيش حاجه كده. قول لي كاس امتى اتعمل ان الاهلي في مجموعه والزمالك في مجموعه؟ طب افرض الاهلي ما كانش ترشح او الزمالك، هنجيب ايه؟ كان هيعملوا برضه مجموعتين. بعد الاسس عشان ايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ فين البنت جاب الفرص كده يا جدع؟ فين انت جاب الفرص بهذا الاسلوب؟ قول لي فين اللوائح اللي بتقول كده؟ ايه اللي هو بقالها سنين؟ انا مالي سنين انت ماشي غلط، ما حدش قال لك غلط. انا بقول لك انت غلطان ومخالف اللوائح، واللوائح بتاعه الاتحاد المصري كمان. انت مخالف ان هو انك انت اصلا تكافل فرص اساس نظام اللوائح بتاعه الاتحاد الكوره. في انت تكافل فرص هنا؟ ما ينفعش قرار الكلام. انا مع احترامي ليه رد، يعني لا مؤاخذه خليه يرد. انا بقول لك هبعت له رساله رسميه للاتحاد اقول له يا بيه انت خالفت اللوائح وهذه النظام مخالفه اللوائح، رد عليا تحت اي اسس عملت القرعه دي؟ رد عليا والله خير وبركه. وقال لي كويس، ما ردش انا هرجع لجهات اخرى. الجهات الاخرى القانونيه، الجهات اللي هي حاجه اسمها لجنه الاستئناف في اتحاد الكوره او لجنه الانضباط في اتحاد الكوره، حاجه كده يعني. فهذه بتعمل لجنه تعمل من المستشارين يقولوا والله هل اللوائح دي صح ولا مش صح؟ القرعه دي دمت بتكافئ الفرص ولا لا؟ لو مبدا تكافئ الفرص موجود اهلا وسهلا. يعني لو مبدأ بعد كده هرجع برضه للفيفا او الاتحاد الدولي. ثم بعد كده عندي مركز التحكيم الرياضي، مركز التحكيم بتاع المحكمه الرياضيه الدوليه، وبعد كده محكمه الكاس. في الاخر محكمه رياضيه هي اللي تصف يعني في الاخر. لكن قد ما نلجاش اذا هم اعترفوا بالحق، والاعتراف بالحق فضيله. مش عيب ابدا انهم يعترفوا بالحقيقه، ايه المشكله؟ يعني ما عندناش مشكله خالص. وانا بقول لك كده، انا هبعت له هذا الكلام في خلال 48 ساعه، هبعت له الانسحاب لان هو مش هيرد. لو رد عليا خير وبركه، ما ردش عليا يبقى انا خلاص اعرف راسي من رجلي. صحيح، يبقى هو مصر. قد يكون خطاب بتاعي وانا بقول لك، انا بقول لك على الهواء، قد يكون مبدئي في هذا الموضوع قد نقول ايه يا جماعه، طالما الاتحاد رد خلاص وقال ما لا خلاص هنعيد البطوله، خلاص هنستمر ومفيش مشكله خالص. طيب هل كان هيبقى قرار حضرتك هو الانسحاب ايضا لو القرعه ما وقعتكش مع الزمالك؟ نفس الشيء والله. انا بتكلم على مبدا الشفافيه بغض النظر. والله انا بالعكس سعيد ان انا قابل الزمالك، ومش شرط الزمالك هو اللي يغلب او الاسماعيلي هو اللي يغلب. مش احنا بنلعب من اجل متعه كره القدم وامتاع الجماهير. اذا كان الامتاع بغير عداله الجماهير مش هتبقى مبسوطه، خلي بالك. صحيح، الجماهير لا عايزه تبقى فيه شفافيه وفي عداله بين الانديه بس. انا طبعا بحترم الاهلي احتراما كليا، والزمالك طبعا على راسنا وهو قيمه وقامه، بس برضه الاسماعيلي مثلث الكره المصريه وتاريخ الكره المصريه. صحيح، ولا ما تقدرش تهمله كده بالشكل ده وتقول لي انا هحط درجه رابعه. ينفع بذمتك ينفع الكلام ده؟ انا احط درجه رابعه؟ لا طبعا، الاسماعيلي واحد من اكبر واهم يعني الانديه المصريه طبعا، مفيش خلاف. طيب انا هاخد حضرتك لنقطه ثانيه تخص بقى كره القدم في الاسماعيلي، والاداء بدا يتحسن والنتائج بدات تتحسن رويدا رويدا، وفي نص الكلام ده اللعيبه الاجانب بدات تخرج من النادي الاسماعيلي، بدات تكتب حاجات على السوشيال ميديا انها معترضه على مستحقاتها وخلافه. هل الامور الازمات الماليه في الاسماعيلي ما زالت قائمه ولا الامور تتحسن ايضا لا مع تحسن النتائج؟ والله ابدا. واللعيبه الاجانب خلي بالك، اللاعبين دول بتوع امريكا الجنوبيه او امريكا اللاتينيه هم اللي بس كان هو محامي واحد الاثنين بالصدفه، ويبدو ان هو طبعا مصر. لكن انا اقول لك حاجه برضو، اللوائح والقوانين بتاع الفيفا هتجيب لنا حقنا
وهتجيب لنا قيمه العقد بتاعه اللي هو 1.5 مليون لكل واحد دولار. احنا هنطالب بتعويض عن هذا الكلام، هي مرتب اللاعب، لان اللائحه بتقول كده. ده اللاعب مشي بدون اي سبب وسبب منطقي، هو مشيانه بدون سبب منطقي، لان الفلوس بتاعتهم موجوده في الحسابات وعرضناها عليهم مره واثنين وثلاثه ما قبلهاش. نعمل ايه؟ طيب قول لي ايه الاجراء. صحيح. ما بقاش مشكله، ان شاء الله احنا هنرفع قضيه. ويعني الاستاذ نصر عزام المحامي المشهور فهو اللي هيتبناها في الاتحاد الدولي. بس طمنا وطمن جماهير الاسماعيلي يا باشمهندس، الامور فعلا مستقره دلوقتي في الاسماعيلي والامور الاداريه والماليه؟ جدا والله يا كابتن. يعني بص والله الاسماعيلي مستقر والاداء افضل، وان شاء الله النتيجه يعني الاداء افضل والنتائج تبقى تكون اللي جايه تكون افضل ان شاء الله. صح. ونطلع من الكبوه بتاعتنا اللي احنا فيها. كلنا نحب الاسماعيلي وكلنا نحب نشوف الاسماعيلي في افضل حال يا فندم. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.